ولا يا باشمهندس؟ انا بحبك. انا عملت جوين اهو، مساء الخير. انا كده دخلت اهو اونلاين، وكده احنا خلاص بنسجل اهو. كده تمام، كده كله تمام هنا اهو. نتكلم بقى يا جماعه شويه. يلا يا جماعه، بصوا يا شباب، احنا هنتكلم النهارده عن الباور بي اي. الباور بي اي او يحيى متهيألي والناس اللي جايه. كويس كويس كويس، يلا. ايه في؟ يلا بينا. انتوا سامعيني اهم حاجه اونلاين؟ انتوا سامعيني اونلاين؟ انتوا سامعيني؟ لو انتوا سامعيني اعملوا اي حاجه. خلاص كده صدقني والله. انا في محاضرات انا مش عايز اقول لك، انا شرحت محاضره قبل كده 4 ساعات، الناس كانت بتقع مني فعلا، يعني حمام بيقعوا كده. قلت لهم والله يا جماعه انتوا لما، قالوا لي يا ريت كنا 6 ساعات كمان والله. ف تمام، انا كده انا هبتدي بقى كده خلاص يا شباب. تمام، بصوا يا شباب، انترودكشن على الباور بي اي. ايه هو الباور بي اي؟ وهنشرح النهارده في المحاضره دي ايه هو الباور بي اي. الباور بي اي، بصوا يا شباب، خلاص كده هكمل. بصوا يا شباب، الباور بي اي هو سوفت وير ابلكيشن بينزل من على لا اما على لينك، لا اما على جوجل ستور. تقدر تكاري بيه ريبورتس وتعمل بيه ستوريز. ده بيكون افضل بكتير قوي عن الاكسل. الاكسل تقدر تعمل بيه داشبورد وكل حاجه، بس الباور بي اي ريتش شويه، مليان اليمنت ومليان فيجواليزيشن حلوه جدا، ممكن ما تشوفهاش في الاكسل. فروم يور داتا طبعا، وتقدر ان انت كمان تشير مع الاذرز. طب ده بيودينا لفين؟ ده بيودينا ان احنا نعمل داتا دريفن، او ان احنا ناخد ديسيجن على الداتا اللي بتطلع لنا. الداتا دي بتطلع لنا اذا كانت صح ولا غلط، بناء على الارقام اللي هتطلع ايا كان صح او غلط، هناخد عليها داتا دريفن او داتا ديسيجن ميكنج. يس. ايه الفرق ما بين الباور بي اي والاكسل؟ ان الباور بي اي ريتش امبرسيف انتراكتيف. فعلا فعلا انتوا لما تشوفوا الباور بي اي في اكسبيرينس حلوه جدا، ممكن ما تشوفهاش في الاكسل. اقرب حاجه خالص الالاين ما بين الاكسل والباور بي اي. شفتوا عارفين الالاين ده؟ لما حد اي حد بيجي يعمل داشبورد، تلاقي الداشبورد مش متساويه، تلاقيها معوجه كده سنة. الباور بي اي وانت بتعملها تلاقيه بيجيب لك اللاين كده، خط احمر كده تطلع وتنزل عليه بيثبتك فيه. دي اول حاجه يعني. باور بي اي وركس ويز لارج داتا. الاكسل يا جماعه لو انتوا عايزين تشتغلوا على اقصى حاجه في الاكسل في الداتا، اخرها 1 جيجا. 1 جيجا. 1 جيجا دي يا باشمهندس متخيل قد ايه؟ احنا اقصى رقم، اقصى داتا بشوفها 30 40 ميجا. فاهم يعني وصلت لحد جيجا توصل لفين؟ يعني الداتا دي يعني هايبر لينك. اعمل ايه بالهايبر لينك؟ انا عايز داتا جوه الاكسل. لا انا بتكلم كداتا كارقام. لا اخره جيجا هيعطل. انت هايبر لينك ده بتوصلك لفين؟ بتطلعك على داتا زيها من نفس الاكسل؟ حتى لا انا بتكلم عن نفس الشيت. لا الباور بي اي بيشتغل على حاجات كتير قوي، في سيكوال سيرفر، في تفاصيل كبيره قوي قوي يشتغل عليها. في طبعا شير طبعا وريبورت ايزلي. طبعا تقدر تعمل شير على الباور بي اي من غير ما تبعت الشيت نفسه او السورس نفسه لحد. يعني انتوا لما تيجوا تعملوا داشبورد بتعملوا السورس وبتعملوا كل حاجه في نفس اكسل شيت، وبعد كده تبعتوها لحد عشان يشتغل على الداشبورد دي. لا في الباور بي اي ينفع تعمل شير للداشبورد بس، وكمان تقدر تعمل سنسيتيفيتي او
او لوك على مين اللي يشوف الحاجه ومين اللي ما يشوفش الحاجه، عشان طبعا دي حاجه اسمها سنسيتيفيتي في الريبورت. الباور بي اي اللي هو ستوري تيلينج. اتفضل اتفضل. ازيك يا عبد الله؟ سلام. الباور بي اي ريتش يا جماعه، الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده شكل ما بيتشافش بالاكسل. يعني حركه اللي انت تعمل كروس هايلايتنج بالمنظر ده ما بتعملش بالاكسل. اللي انت تدوس على حاجه فيفلتر لك على حاجه تاني، او تدوس على فيجوال فيفلتر لك على فيجوال، دي مش موجوده في الاكسل. الاكسل لازم تعملها على سلايسر، لو تفتكروا لازم تدوس على سلايسر. فالشكل ده تمام، فالشكل ده انتوا ما بتشوفوش. لو في حد بيتكلم في الاونلاين تمام كده. داتا لايف سايكل، الداتا لايف سايكل بيحصل فيها ايه؟ ايه اللي بيحصل عموما؟ دلوقتي انت دلوقتي عايز تعرف الداتا دي بتحصل ازاي او بتمشي ازاي. انا عندك سي ار ام او ستورج او اس كيو ال سيرفر او ايا كان هو ايه، بيكون عباره عن داتا. وفي حاجه اسمها داتا بروديوسر، اللي هو البروديوسر ده اللي هو الداتا انتري، اللي هو اللي بيدخلوا الداتا فيها ايا كان بقى، اذا كان بياع في شارع، اذا كان مثلا واحد شغال في فرع، فالفرع ده ما بيجي له العميل، فالعميل بيقول له البيانات بتاعته فيبتدي يدخلها فيعمل بيعه. فدي حاجه اسمها داتا بروديوسر، بروديوسر اللي هو بيدخله، او داتا انتري بيدخله الداتا فبيعمل لها بروسس، او حاجه اسمها داتا انتري في التكنولوجي دي او في السي ار ام ده، فده بتحول لداتا. طب ايه مين اللي هيستخدم الداتا دي؟ حاجه اسمها داتا كونسيومر، اللي هم بقى اللي عايزين بقى يستخدموا الداتا، نشوف ايه الداتا اللي هتحصل فيها ونعمل عليها بروسس واناليتكس، نقدر نشوف الداتا دي ممكن نطلع بيها بايه. دي كده حاجه اسمها الداتا لايف سايكل، اللي انت تشوف الداتا من اول ما ابتدت، من اول الداتا انتري اللي هو البياع، او اذا كان ايا كان مين اللي بيدخل الداتا، وبتخش عندك على السيستم اللي انت حاطه، مثلا اذا كان بي او اس او اذا كان ايا كان بقى السيستم اللي انت عامله. وبعد كده بيخرج الداتا دي، بتخرج على نقدر بقى نعمل لها بروسيس واناليسز عشان نستخدمها ان احنا نعمل لها تحليل وهكذا. تمام كده. حاجه اسمها بروسيس فلو، ايه اللي بيمشي اللي احنا عشان نجيب الداتا. حاجه اسمها اكواير، نسال السؤال انت عايزين ايه. لو تفتكروا في اول حاجه خالص، اول محاضره خالص في الداتا اناليسيس، بنسال السؤال ايه انت عايز ايه. يقول لك مثلا انت بتسال السؤال انت عايز ايه حضرتك، يقول لك الاكواير. طب انت بتسال السؤال، بعد ما تسال السؤال يروح قال لك ايه، تعمل بقى الاندرستاند، تقول له طب تمام انا هشوف مثلا الداتا دي اعرف اجيبها من اي ناحيه. بعد كده دوت اللي انت بقى تبتدي تشك، طب الداتا دي هل الداتا دي سليمه؟ هل لو انا جبتها من مصدر ده، المصدر ده مثلا تراستد، هل هيبقى في مشاكل؟ هل لو انا جبتها من مصدر ثاني هيبقى احسن؟ وبعمل لها كلمه ترانسفورم. ترانسفورم طبعا بنعملها فين؟ في الكويري، في بار كويري. بار كويري ده المطبخ بتاعنا. في البار كويري بعد كده نعمل لها اناليسيس، وبعد كده نعمل لها بريزنت اللي هي ال فيجواليزيشن. كلمه كبيره قوي، فيجواليزيشن. باور بي اي اركتكتشر. بصوا بقى يا شباب، الشكل ده هيوريكم الباور بي اي بقى عامل ازاي. بصوا بقى، احنا مقسمين الباور بي اي جزئين، حاجه اسمها اون كلاود وحاجه اسمها اون بريمس. اون كلاود يعني اللي هي حاجه طايره فوق في الجو، اللي احنا حاجه ما نعرفش يعني فوق. اون بريمس دي اللي عندك في الشركه بقى. احنا نبتدي الاول في الاون بريمس. احنا عندك باور بي اي ديسكتوب، ده اللي انت بتنزله عندك على الديسكتوب عادي. وبعدك عندك الداتا سورس، الداتا سورس دي في الاون بريمس برضو، اذا كان عندك سيرفر داخلي تقدر تسحب منه الحاجه. وفي عندنا باور بي اي ريبورت سيرفر، ده الناس ما بتستخدموش لان ده قديم جدا، والناس يعني التحديث بتاعه بيبقى فرق سنه عن التحديث دلوقتي، فده ما حدش بيستخدمه خالص. ففي عندك دلوقتي في حد بيكتب حاجه، انا حاسس في حاجه. دكتور ممكن تعمل شير زي ما توقعت؟ في حد في كلام كده بص يا شباب بصوا يا شباب معلش. الباور بي اي، الباور بي اي تقدر تعمل في جزئين عشان بس الناس اونلاين. جزء الاون كلاود انا اقسمها لكم اثنين. جزء الاون كلاود وده حاجه اسمها كلاود سورسز، اللي انت مثلا لو عندك الداتا مثلا على سورس مثلا بره، عارف السورس ده زي ايه مثلا باشمهندس؟ زي جوجل شيت مثلا. جوجل شيت ده كلاود سورس. وفي باور بي اي سيرفيس، ودي ان شاء الله نشرحها، يعني باور بي اي سيرفيس دي ايه وظيفتها وبتعمل ايه. وفي طبعا باور بي اي موبايل، ده يعني انت تربط الباور بي اي على الموبايل بحيث انت تشوف التقارير بتاعتك كل حاجه على الموبايل، دي بتبقى كويسه جدا. وفي بقى الاون بريمس دي اللي هي ايه عندك في الشركه، اللي هي ايه باور بي اي ديسكتوب، ده البرنامج اللي كلنا هننزله او كلكم نزلتوه. وفي داتا سورس اللي احنا عندنا مثلا اللي هي سيكوال سيرفر، اي بي او اس بقى، تي دي اس، ايا كان اللي انتوا هتسموه سموه هنا. وفي باور بي اي ريبورت سيرفر، ده خليها على جنب كده شويه. في حد بيتكلم؟ انا حاسس في طب معلش انا اسف بس يا شباب معلش. هو في يا شباب الاونلاين فيهم حاجه؟ طب لو عايزين تكتبوا حاجه اكتبوها.
عشان اشوفها. معلش اوكي، هو في حد هنا داخل على اونلاين؟ شكرا شكرا، ماشي انا كده. بص كده، بصوا يا شباب، دلوقتي الباور بي اي ديسكتوب بيجيب السورس منين؟ بيجيب السورس يا اما من الداتا سورس اللي عندك اذا كان، او بيجيب الداتا من عند الداتا سورس اللي عندك اذا كانت اس كيو ال سيرفر، اكسل شيت، ايا كان اللي عندك في السورس، فبيجيبه من عندك من على البريمس بتاعك، وبيجيبه كمان من على كلاود لو عندك حاجه على كلاود يجيبها كمان من على كلاود. فالباور بي اي ديسكتوب ده بيجيب من السورس عندك في بيجيب من السورس الداخلي اللي عندك، وبيجيب من السورس الخارجي اللي هو كلاود. اوكي، بعد ما بيعمل كده بيروح مبطلش على الباور بي اي سيرفيس. اول ما بيجيب السورس بيبتدي يعمل بابلشنج على الباور بي اي سيرفيس. وصل كده يا شباب؟ وبعد كده الباور بي اي سيرفيس دي من عليها تقدر ان انت تربطها على الموبايل. يعني تقدر، اصل الموبايل مش ينفع تربطها وانت باور بي اي ديسكتوب كده، مش ينفع. فلازم ترفعها على باور بي اي سيرفيس، على السيرفيس، وبعد كده تربطها من على السيرفيس على الموبايل. مش هينفع يعني على طول كده، اوكي؟ وكمان بقى لو انت ما عندكش كلاود، يعني لو انت ما عندكش كلاود ستورج، في حاجه اسمها جيت واي. الجيت واي دي بتبقى الباور بي اي بيقول لك ايه، لو انت ما عندكش كلاود ستورج، يعني انت مش عارف تجيب الداتا من على الكلاود ده تربطها على طول على على السيرفيس، تقدر تعمل حاجه اسمها جيت واي. جيت واي ده انا عاملها فكره عندي في الشغل. دي بتعمل ايه بقى؟ اللي انت بتعمل زي لينك ما بين الداتا وما بين الباور بي اي سيرفيس، وتعمل ريفريشنج كل مثلا ربع ساعه، كل نص ساعه، على حسب الريفريش انت عايز تعمله. في فرق، في فوتر. تمام. فلو انت ما عندكش الداتا سور، لو انت ما عندكش الكلاود طبعا تعملها جيت واي، ولو انت عندك كلاود تربط الكلاود على الباور بي اي سيرفيس. يعني احنا كده عندنا ايه؟ الديسكتوب، عشان بس نراجع القصه دي. الديسكتوب عندنا الباور بي اي ديسكتوب، اول ما تيجي تخش على جوجل، على مايكروسوفت ستور، هتكتب باور بي اي ديسكتوب. الديسكتوب ده بيعمل ايه؟ يا اما بيجيب الداتا من على السورس الداخلي اللي عندك اذا كان اس كيو ال سيرفر، اكسلات، ايا كان، تكست سي اس في، او تجيبها من على الكلاود. تمام كده؟ فكده انت ربطت الاثنين على الباور بي اي ديسكتوب. على فكره يا جماعه شغلكم كله هيبقى على الباور بي اي ديسكتوب، قليل جدا لما تيجي تشتغل على الباور بي اي سيرفيس. شغلكم كله هيبقى من على الباور بي اي ديسكتوب. فانت بتجيب الداتا من هنا ومن هنا وتبتدي تبلش على ايه؟ على الباور بي اي سيرفيس. طب الباور بي اي سيرفيس عندها اوبشنين. لو انت عندك الداتا كفي الكلاود، لو انت عندك الداتا في الكلاود تقدر تربطها على الباور بي اي سيرفيس على طول. طب لو ما عندكش، في الاوبشن بتاع الجيت واي دي اسمها جيت واي، تقدر انك تعمل سيت اب على الجهاز عندك، تعمل لها سيت اب. ده بيبقى ابلكيشن حوالي مساحته حوالي 500 400 ميجا، بتنزله عندك على الجهاز، بتعمل له سيت اب وبتربطه بالداتا عندك وبالباور بي اي سيرفيس، بحيث ان هو ياخد الداتا ويروح حادفها على الباور بي اي سيرفيس، وكمان يعملها لك كل ريفرشنج بقى كل ساعه كل ساعتين على حسب ما انت ايه تختار. وبعد كده ترفعها على ايه؟ على الباور، على الباور بي اي موبايل. وصل كده يا شباب؟ احنا كده يعني بنفهم الاركتكتشر، تمام؟ طبعا باور بي اي، طبعا ريبورت سيرفر دي انا يعني مش هكدب عليكم، الموضوع ده يعني بعيد خالص، قديم جدا، استخداماته قليله جدا. حتى كمان انا استخدمه قال لي يا محمد الموضوع مش قد كده، وعايز اكسس كتير وعايز حاجات كتير، فالموضوع ما كانش جامد. يعني باور بي اي، باور بي اي ريبورت بيلدر، لا باور بي اي ديسكتوب. بصوا بقى يا شباب، دلوقتي احنا عندنا الباور كويري والداتا موديلنج والريبورت كانفاس، دي عندنا اللي هي باور بي اي اند تو اند. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل اول حاجه بنجيب الداتا، فاكرين الموضوع ده، بنجيب الداتا ونحطها على ايه؟ على الباور كويري. بعد كده نعملها ترانسفورميشن وكليننج وسبليتنج والحاجات اللي اخرها اي ان جي دي، وبعد كده نربطها نحطها على حاجه اسمها ريبورت كانفاس. ريبورت كانفاس ده اللي هو ايه؟ اللي هو من الاخر الشكل اللي انت هتعرض عليه الداتا كلها او الفيجواليزيشن كلها. يبقى الاند 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 تو اند بروسيس فلو، ان انت بتجيب الداتا من على الباور بي اي، طبعا احنا بنتكلم على الباور بي اي ديسكتوب، بتجيب الداتا تحطها على الباور كويري، تعمل الترانسفورميشن والفيجواليزيشن والترانسفورميشن انت هتعملها دي. وبعد كده هنعمل حاجه اسمها داتا موديلنج، ده هنفهم ده داتا موديلنج يعني ايه دلوقتي. وبعد كده تحطها على ريبورت كانفاس. الكانفاس ده اللي هو الشكل اللي انت هتعرض عليه الفيجواليزيشن. كانفاس يعني يا جماعه؟ قماش، قماش. وطبعا بقى بعد كده ترفعهم على الورك سبيس اللي هي الباور بي اي سيرفيس.
داتا سورس، بعد كده تنقل على باور كويري، ترانسفورميشن. يعني انا بص هشرحها لكم ايه، ترانسفورميشن على ام لانجوج اللي هي لغه الام اللي هي بتاعت لغه الباور كويري، وبعد كده هنعمل لها داتا موديلنج اللي هي فاكرين قصه اسمها اي تي ال، فاكرين الجمله دي قلت لكم قبل كده، اي تي ال، اي تي ال اكستراكت ترانسفورميشن لود. لو تفكروا الجمله دي اللي هي شايفين الماوس كده مش باين، الاي تي ال دي اللي هي اي اكستراكت تي ترانسفورم ال لود. لو تفكروا الجمله دي، الجمله دي مشهوره في كل الاماكن دلوقتي، حتى في داتا انجينير يقول لك انا محتاج اي تي ال بروسيس، اللي هو اي حد يقول لك انا محتاج اي تي ال، اللي هو ايه، بيسحب الداتا يعمل لها ترانسفورميشن، يعمل لها لود بعد ما الداتا تبقى نظيفه وكليننج وكل حاجه. طبعا احنا بنعملها على الباور كويري، الباور كويري طبعا بنعمل لها ترانسفورم وشغال باور كويري بالام لانجوج اللي هي ام لانجوج. وبعد كده الداتا موديلنج بقى اللي احنا ممكن بقى نستخدمها مثلا كريليشن شيب او ميجرز او داكس، علشان دي اللي هنشتغل عليها. في حاجه بقى ريبورت كانفاس، ريبورت كانفاس ده اللي احنا قلت لكم عليه من شويه، اللي هو بنعمل عليه فيجواليزيشن اليو اي يوزر انترفيس، اللي احنا نقدر نعمل عليه الشكل الاخير اللي احنا هنعمله لليوزر او للستيك هولدرز او للمدير ايا كان اللي احنا هنشرح له حاجه. وبعد كده نعمل لها ببلش على الورك سبيس اللي هي الورك سبيس اللي هي باور بي اي سيرفيس. اوكي بي اي سيرفيس انا مثلا دلوقتي عايز اشوف ريكورد، ما ينفعش اشوفها كده الا بقى لو انا بعت لك الملف، لكن انا عايز اوريك الحاجه لازم تشوفها من على الباور بي اي سيرفيس. اوتوماتيك، بتتغير اوتوماتيك. اوكي بس هقول لك العيب بقى فين، الموضوع ما بيبقاش سهل كده. طبعا بقى بيعمل بقى شيرنج وسكيورتي وجفرنس. بعد كده البيزنس انتليجنس سوليوشن بيتكون من ايه؟ بصوا بقى يا شباب، عشان بقى اللي جاي ده بقى حلو قوي. بصوا احنا عندنا 3 كومبوننتس. ايه بقى هي؟ احنا عندنا الداتا سورس، وعندنا الداتا، احنا عندنا اول حاجه الداتا سورس. الداتا سورس اللي هي ايه مثلا؟ شيتات اكسل، اس كيو ال سيرفر. عشان اس كيو ال سيرفر دي اكتر حاجه، عشان دي المتعارف عليها في الداتا، يعني اس كيو ال سيرفر دي اللي بتخزن عليها الداتا كتير. وعندنا حاجه اسمها داتا سيت، وعندنا ريبورت. خلينا بس احنا الداتا سيت والداتا سورس دي، او الداتا سورس دي والداتا سيت لسه ما عرفناش. سوري، احنا دلوقتي في الداتا سورس احنا عندنا ايه؟ فايلز، سي اس في، اكسل، جيسون، وفي عندنا الداتا بيز اللي هي مايكروسوفت سيكوال سيرفر، اوراكل، سنوفليك، وفي عندنا الاذر اللي هو ويندوز اللي هو ويب اي بي ايز اللي هو ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، ابلكيشن بروجرامنج انترفيس اللي هي اي بي اي. الاي بي اي ده اللي هو بتربط موقع بموقع تاني، يعني مثلا الناس مثلا عايز تعمل ابلكيشن، فالابلكيشن ده مثلا عايزاه تربطه مثلا بلغه ال مش حته لغه، انا عارف ان هو بايثون فعلا، بس انا مثلا بتكلم ان انا عندي ابلكيشن مثلا وعايز اربطه بدرجه حراره، فبربطه بجوجل ويزر مثلا عن طريق الاي بي اي ده. الاي بي اي ده بيبقى في النص زي كونكتور كده، وبيربط لي يجيب لي الداتا من هنا ويعديها لي يدخلها لي على الموبايل او على الابلكيشن اللي انا عامل، اسمه اي بي اي. الاي بي اي ده على فكره ده تطور رهيب يعني في الحاجه الساعه. ايوه بالظبط، اي بي اي بالظبط. تمام. الداتا سيت بقى ايه؟ بصوا يا شباب، الداتا سيت اللي هي السمول بتاع الداتا سورس، بمعنى الداتا سيت دي من الاخر بقالي كتير قوي ما حدش رن عليا. الداتا سيت دي يا جماعه من الاخر، او الداتا سورس دي من الاخر عامله زي التلاجة كده. الداتا سيت دي انت بتاخد ايه من التلاجة؟ تعالى بس نشرح وافهمكم الموضوع ايه. الداتا سورس والداتا سيت، وبعد كده نعمل الريبورت بتاعنا، الريبورت اللي هو بتاع الشكل الجميل ده، اللي هو اللي احنا في الاخر بنطلع الحاجه. يعني بناخد الداتا سورس، من الداتا سورس نعمل داتا سيت، ومن الداتا سيت نعمل ريبورت. طبعا انا بشرح، انا تمام، انا كويس، انا كويس على فكره، انا كويس على فكره الحمد لله. يبقى ده الشكل بتاعنا اللي هو الداتا سورس، داتا سيت، ريبورت. ماشي. الداتا سورس والداتا سيت دي اللي هو انت بتقدر تعمل من عليهم اكستراكت وترانسفورم، اللي هو بتعمل عليها حاجه اسمها داتا موديل، اللي هو الشكل اللي انت في الاخر هتوصل له. طبعا انا بشرح فيه، اكيد اكيد في ناس مش فاهمه اللي انا بشرح فيه، بس انا هقول لكم ايه اللي في الاخر. يعني داتا سيت كان كونسيستنت اون وان تيبل اور مور، باور بي اي طبعا اللي هو الملف بتاعه اسمه بي بي اي اكس، اللي هو باور بي اي اكس تشينج. الباور بي اي ديفلوبمنت بقى ده عباره عن ايه؟ بيقول لك ان 75% من شغلك هيبقى كله ترانسفورميشن وكليننج، و25% بس اللي انت تعرض بس شغلك. يعني انت 80 او 25 او 75% من شغلك بعد ما انت قاعد بتنظف الداتا وتشيل ريموف دوبليكيت وتشيل النلز الامتي وبتعمل سبليتنج وحاجات كده كتير قوي، وفي الاخر خالص 25% بتطلع الداتا بقى.
يعني انت شغلك كله في الباك جراوند باك اند، تمام؟ تعالوا بقى نشرح بقى الداتا سورس والداتا سيت. الداتا سورس دي بيقول لك ايه؟ لو انت عندك الداتا سورس دي عباره عن ثلاجه، الثلاجه دي فيها جبنه، فيها بيض، فيها مشروبات، فيها عصاير، فيها اكل، فيها شرب، فيها حاجات كتير قوي. احنا بقى بناخد من الداتا سورس دي حاجه اسمها داتا سيت، احنا اللي احنا عايزينه. ما الداتا سورس دي كتيره، يعني مثلا عندنا ايه؟ عندنا جداول كتير، عندنا مثلا جداول فيها عملاء، جداول فيها مبيعات، جداول فيها مثلا ايه تاني؟ اصناف، فيها كل حاجه. انا بس انا عايز بس اقول له ايه؟ لا لا، انا عايز بس ارقام تليفونات العملاء، انا عايز مثلا العملاء اللي اشترت كاش، بس حاجات بسيطه قوي. فاهمين قصدي ايه؟ اللي احنا عايزين من الداتا سورس الكتير قوي دي كام حاجه بالظبط كده، كام حاجه بالظبط. فاحنا عايزين الجزء ده، الداتا سورس ده. فهو بيقول لك من الاخر ان الداتا سورس دي عباره عن الفريج، وبيقول لك ان only what you get what you need you get to need excellent flower، اللي هي الداتا سيت اللي انت بس عايز بس ايه شويه حاجات من الداتا سورس الكتير قوي دي. فطبعا بقى لما نطلع الداتا سورس او الداتا سيت هنبتدي بقى نعمل خلطه الكيكه. هنعملها فين؟ في باور كويري. في باور كويري بالظبط. وي ونت تو ترانسفورم اور انجريدينت، اللي احنا بقى عايزين بقى نخلط الكلام ده كله في الداتا سيت دي، عايزين نخلطها كلها ونطلع لنا بقى داتا. هنعملها فين؟ في الترانسفورميشن اللي احنا هنعملها في الباور كويري. انا بس بديكم بس نبذه سريعه عن الباور بي اي، وبعد كده هنقعد بقى بصوا احنا نمسك الماوس والكيبورد ونقعد نعيش. بس انا بديكم كل حاجه عن الباور بي اي، تعرفوا ايه اللي بيحصل فيها، وتعرفوا الشير، وتعرفوا ايه الفرق ما بينها وما بين لوكر اللي هو جوجل داتا ستوديو اللي احنا شرحناه في محاضره واحده دي، وتشوفوا ايه الفرق، وتشوفوا ايه اللي ممكن تستخدموه، لان في حاجات ممكن الباور بي اي ما يبقاش متاحه بالنسبه لكم. يعني ما تبقوش عارفين ماشي اشتغلتوا كل حاجه بس مش عارفين تعملوا شير، مش عارفين تعملوا بابلش، فدي مشكله كبيره على فكره. تمام. اخر بقى حاجه خالص والمرحله الاخيره اللي انت بقى تعمل بقى بعد ما تعجن وتطلع كل حاجه، بعد كده تطلع التورته اللي انت لسه عاملها، اللي هي ايه؟ انت جبت الحاجه من الثلاجه اللي هي الداتا سورس، سحبت منها الداتا سيت اللي هي الاجزاء بتاعتك اللي انت عايزها، وبعد كده خلطتهم في بعض وطلعت الريبورت او الفيجوال اللي انت عايزه اللي هو ايه؟ التورته اللي انت عملتها. خلاص دول الداتا فيجواليزيشن اللي انت شايفها. النولج بقى اللي هو ايه؟ احنا بنعمل الحاجات دي كلها فين؟ احنا بنجرب الحاجات دي كلها فين؟ في المطبخ، المطبخ ده بتاعنا اللي هو ايه؟ معلش احنا قلبناها حس ما هوش اكل ليه كده. بس الموضوع ما فيش اسهل من كده، ما انا مش عارف اشرح لحد الداتا سورس والداتا سيت غير اول مثال ده. المطبخ ده اللي هو ايه؟ اللي هو الباور كويري. الباور كويري بتاعنا ده الداتا اللي احنا بنسحب عليها على الباور. بصوا يا شباب الباور كويري ده مكمل معانا، يعني الباور كويري ده يعني ده حياتنا بعد كده، فانتوا لازم تبقوا معايا في الباور كويري ده. هو الباور كويري حلاوته ان هو ما فيهوش كتابه معادلات، انتوا بتقعدوا تختاروا يعني تختاروا اوبشنز غير الداكس. الداكس ده بقى حواراته ثانيه، يعني الداكس ده اللي هو اللي فشل فيه كل ده، هنبتدي نروح بقى للداكس بقى اللي احنا نطلع منه ايه ارقام، وده جاي برده. يعني الداكس ده برده لازم ان احنا نشرحه عشان ده حاجه اسمها تعديله للاكسل، يعني كانك تكتب معادله بس احدث شويه من الاكسل. اوكي. المطبخ اللي احنا عاملينه ده اسمه اسمه بقى ايه؟ الباور كويري. اوكي. الباور كويري بقى ايه؟ هنلاقيه في اكسل، وهنلاقيه باور بي اي، وهنلاقيه حاجه اسمها باور ابس. لو تلاحظوا يا جماعه شركه مايكروسوفت على طول بتدي باورات لكل الحاجات القويه، باور بي اي، باور كويري، باور بيفوت، في حاجه اسمها باور ابس. باور ابس ده انت ممكن تطلع بعد ما تطلع ده كله تعمله ابلكيشن بقى، تخيلوا. في حاجه اسمها باور ابس انت ممكن ما تسمعوش عنها قبل كده، دي بتعمله منها ابلكيشن. ايوه. لا هي عباره عن مربع بس معقول كده زي دايموند، هتشوفها دلوقتي. وبعد كده هننقلها على ريبورت. طبعا الباور كويري شغال بلغه الام اللي احنا لو نشرح فيها رايحين جايين كده فيها، ودي طبعا لغه الام اللي انتوا عايزين تشوفوها، يعني دي لغه الام. لو انا عملت كده مش عارف اعمل ايه. كده. كويس الحمد لله. انا المفروض ادوس كده كده. لا انا اللي شايف لكن انتم مش شايفين. ده لغه الباور كويري طبعا اللي اسمها ماش اب. ماش يعني تهرس او هرس. طب يجي لك الداتا تقعد تهرس فيها. حد تلج؟ انا متلج على فكره. نقفل واحد. هنقفل هناك خالص. واحنا يلا هو صح. يلا هو ده. بصوا يا شباب الباور كويري شغال بلغه اسمها ام اللي هي ماش اب، اللي هي بتقعد تهرس، يعني تاخد الداتا وتقعد تهرسها وتطلع بعد كده بقى ايه ضفاير بقى وعجين والكلام ده. عنده سنه كده.
الداكت بقى، بصوا يا شباب، ما بين الداتا سورس والداتا سيت احنا بنشتغل باور كويري، ما بين الداتا سيت والباور بي اي احنا بنشتغل داكس. يعني بس عايز اوصل لكم حاجه، ما بين الداتا سورس احنا بنسحب من داتا سورس صح، لما بنيجي مثلا عندنا اس كيو ال سيرفر او اكسلات كتير وكده، فاحنا بنيجي بنسحب على ايه؟ على باور كويري اللي هو ايه؟ اللي هو لغه ام، تمام؟ بعد ما بنخلصها، طب في حاجه ثانيه عايز اعدلها بلغه داكس. وصلت؟ عشان بس تبقى انتم فاهمين القصه ماشيه ازاي. انتوا لما بتيجوا تشتغلوا على الداتا سورس بنقلها، يعني بعدل بقى منها وبعمل لها داتا سيت اللي هي الشكل الصغير اللي هي البيض والجبنه عشان نقعد نهرس ونعمل اكل يعني. ده الباور كويري اللي هو لغه ام. طب لو انا فشلت في الباور كويري ومش عارف اوصل لحاجه ثانيه، لما اجي اعدلها في الباور بي اي هتبقى داكس. وصلت كده؟ عشان تبقوا انتوا فاهمين القصه دي ماشيه ازاي. ده كده ايه الفرق ما بين الام والداكس، او لغه الام اللي هي باور كويري والداكس اللي هي داتا اناليسيس اكسبريشن. ان الام بتستخدم انك بتعمل اكستراكت وترانسفورميشن ولود. انت بتعمل زي مش عارف ليه قلبت ان انا قلبت بتاع تيك توك، لا تيك توكر اللي هو اخلط وارحب وكبس ومعرفش ليه بيتعمل كده. هو في ايه؟ معلش لحظه. الام طبعا ايه الفرق ما بين الام والداكس؟ عشان على فكره يا جماعه دي من ضمن الاسئله اللي ممكن تتسالك في انترفيو داتا اناليست، على فكره دي فعلا مش بهزر. ايه الفرق ما بين لغه الام والداكس؟ لحد وقتنا هذا في ناس تقال جدا وعباقره وبشوفهم عباقره جدا، لما اقول له لغه ام يقول لي ايه ام دي بتاعت ايه دي؟ مش بهزر والله. يعني انا قصدي ان طبعا احنا بنشتغل، يعني في اوقات حاجات احنا بنشتغلها وبنفهمها مع الوقت، لكن مش لازم نخش في الاختصاصات. بس مع الوقت مثلا تيجي تقول مثلا داكس، انا اعرف داكس. طب ام بتاعت ايه؟ ليه بيعمل كده؟ تمام. فام دي اللي احنا بنستخدمها في الباور كويري، ان احنا بنستخدم بنسحب منه الداتا، بنعمل اكستراكت، بنعمل ترانسفورميشن وهكذا. الداكس بقى اللي هو بنستخدم بقى ما بين الداتا سيت اللي احنا طلعناها من الداتا سورس ونقلناها، فبنعمل بقى شويه حاجات فيها. الداكس از يوز تو كوميونيكيت بين الريبورت اللي هو اللي احنا هنطلعه اللي هو الفيجواليزيشن، وما بين الداتا سيت اللي احنا طلعناه، عن طريق مثلا ايه بقى ميجر او كويريز او ايا كان اللي هيطلع منها. بعد كده باور بي اي لايسنس، ودي حاجه مهمه جدا لازم تكونوا عارفينها. انتوا هتشتغلوا على الباور بي اي ليه؟ طب بعد ما نخلصها نعمل بيها ايه؟ بصوا بقى اللايسنس بقى بتاعت الباور بي اي، عشان اعرفك ايه اللي ممكن تنفع تعمله شير. خلصت الريبورت وعايز اعمله، عايز اوريه بقى لمديري هعمل ايه؟ او اوريه لزمايلي اعمل ايه؟ يلا بينا. باور بي اي ديسكتوب طبعا، انت اول حاجه باور بي اي ديسكتوب، وثاني حاجه باور بي اي سيرفيس، وفيها منها فري وفي منها برو. الباور بي اي سيرفيس في منها حاجه اسمها بريميوم كاباسيتي وحاجه اسمها نون بريميوم كاباسيتي. تعال نشوف ده ايه ده. لو نفترض برضو الشكل اللي احنا كنا شايفينه ده، ان الباور بي اي ديسكتوب اون بريمس تحت كده والداتا سورس تحت، ومن فوق الكلاود والباور بي اي سيرفيس. احنا طبعا كل حاجه احنا بنستخدمها بناخد السورس من على السورس اللي عندنا، يعني بناخد الداتا من السورس اللي عندنا اللي هو الداخلي، وساعات بناخد الداتا من على الكلاود، وبعد كده نعمل لها ايه؟ بابلش على الباور بي اي سيرفيس. تعالى بقى هنا بيقول لك بقى ايه الباور بي اي لايسنس نون نوت ان بريميوم كاباسيتي. بصوا انا مش عايز اشرح لكم تفاصيل كتير، بس تعالى نشوف الشكل ده كده. الشكل ده بيقول لك ايه؟ لو واحد عايز يرفع داتا، ونفترض ان اليوزر ده برو، اليوزر ده دافع فلوس، دافع فلوس، فعنده حلين. ان هو يشير نفترض على الورك سبيس اي اللي هي الاولانيه دي. فالورك سبيس اي دي لما نيجي نعمل شير هتروح لناس معاها برو لايسنس برضو. يعني انا معايا برو، واللي يشوف الداتا بتاعتي يبقى معاه برو برضو. السلام عليكم. تمام كده نقفل ونروح خلاص كده، مش عايزين نكمل. ما نوصل بقى خلاص مرحله اللي احنا نعمل برو، يبقى معايا انا برو، وعشان اوريها مثلا استاذه جاد يبقى اعملها برو، يبقى هي معاها برو تاني عشان نشوف بعض، عشان نشوف الداتا بتاعتي. تخيلوا عشان نشوف الداتا بتاعتي لازم تدفع فلوس. او ان هو في الورك سبيس بي بقى في حاجه اسمها بريميوم كاباسيتي، ان الشركه بتكون شاريه بريميوم كاباسيتي للموظفين اللي عندها، وما اعتقدش ان هنا موجودين. مش بص يعني ما اعتقدش ان دي يعني دي دايره. نعم ماشي انت في بنك يا استاذ، معلش نتكلم عن الناس العاديه بقى. بريميوم برضو يبقى بريميوم كاباسيتي، يبقى بريميوم كاباسيتي هو ده. او شايف الناس بتقدر الباور بي اي، في ناس مش
ده يبقى انت كده عندك بريميوم كاباسيتي. انا عارف انا عارف انا عامل كذا ريبورت ليا بيطلع لي اوتوماتيك على الباور بي اي بيبعت لي انا خلاص تمام كده يا شباب. فتعالوا بقى نكمل. فكده احنا عرفنا احنا واصلين لحد فين. يبقى احنا كده برو يوري برو او برو يبقى بيوري شركه مختاره او مشتريه بريميوم كاباسيتي تمام كده. بعد كده نيكست باور بي اي ديسكتوب طبعا ماشي. باور بي اي ديسكتوب طبعا اللي هو داونلود طبعا باور بي اي ديسكتوب. بس عايز اوريكم فكره بسيطه قوي. في لينك للباور بي اي ديسكتوب بتعمله داونلود. ايه الفرق ما بينه وما بين اللي انت تعمل داونلود من جوجل ستور؟ في حاجتين صح ولا غلط؟ في حاجتين. في باور بي اي ديسكتوب تنزله من على جوجل ستور, وفي باور بي اي بيبقى لينك تدوس عليه اللي هو اللينك اللي انتوا شايفينه ده. ايه بقى الفكره؟ ان اللينك ده لو انتوا عندكم لاب كبير قوي مثلا حوالي يجي فيه 10 او 15 كمبيوتر, اللابات دي مابقاش ليها عليها يعني حسابات على مايكروسوفت. فانت بتاخد اللينك ده وتنزل السورس وبعد كده تسطبه على البرامج كلها على الكمبيوترات كلها صح؟ ده الفرق. طبعا انت بتنزله طبعا انا جبت لكم طبعا التنزيل منين. طبعا بيبقى 64 طبعا لان اغلبيه. اما بقى الفرق ما بين الجوجل ستور قصدي مايكروسوفت ستور, ان مايكروسوفت ستور بيعمل تحديث اوتوماتيك على الابلكيشن هو موجود. دي الميزه الوحيده ان انا مش هضطر ان انا جربت على فكره ان انا انزل من 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 سايت, نزلت من سايت. فلما نزلت من سايت لما بيجي على فكره صح يا جماعه الباور بي اي بيتحدث كل يعني يعتبر كل 3 شهور. انتوا ممكن تلاقوا شكل جديد نزل في باور بي اي. يعني انا قبل ما اديكم محاضره فين نزل حاجه اسمها نيو كالكوليشن, حاجه ظهرت من يعني في خلال اسبوعين. الباور بي اي في عليه كميه ديفلوبر رهيبه اللي هو كل شويه عامل تحديث 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 تحديث. فانتوا نزلوها احسن من جوجل ستور وهو هيقعد بقى يعمل اوتوماتيك بقى ابديت لوحده بدل ما تنزلوه من على اللينك. طبعا اهو واحنا السلايدز دي ما بتبقاش معانا هبقى حالك ماشي. لا انا حبيت بس الناس تبقى مركزه معايا. انا المره اللي فاتت كان كل شويه يسيبوني ويخشوا, فانا قلت لا انا عايز اخليها المره دي تبقى البدايه كده وبعد كده يعني كده ننطلق بعد كده. هسيبكم براحتكم هسيبكم امشي بقى وارجع. باور بي اي كومبوننتس. الباور بي اي بقى اهو ده الباور بي اي ابس اهو. خدت بالك شكله اهو عامل ازاي؟ عندي اللي هو الباور بي اي. مساء الخير اكلمك اهو ده جواه ابلكيشنز. ايوه تعمل ابلكيشن منه. في باور بي اي ثلاث حاجات, باور بي اي ديسكتوب, في باور بي اي سيرفيس, في باور بي اي ابلكيشن او ابس. باور بي اي ديسكتوب طبعا انت ده الشكل بتاعه. بعمل ديتكشن الصوت من جنب ديتكشن. في طبعا في بص يا جماعه في حاجه اسمها باور بي اي كونكتور. انا صوت بيعمل كده بعمل كده. بص في حاجه اسمها باور بي اي كونكتور. كونكتور ده اللي انت ايه الكونكتور ده عامله زي الوصله كده عارفين الوصله اللي هو ايه اللي انت عايز تربط بيه تروح له باكسل فنجيب لك كونكتور اسمه اكسل. تربط مثلا بجيسون يجيب لك كونكتور اسمه جيسون, لكن مش تربط كده خلاص يعني هي بتقول له انت عايز ايه فين. او طبعا لو انت مش عارف اي حاجه او مش عارف ايه الكونكتور اللي انت هتربط بيه تروح رابط بفولدر والفولدر ده يبقى جوه الحاجه بتاعتك. يعني افترض مثلا يا جماعه ان انتوا عندكم كذا اكسل شيت او كذا قصدي ملف انتوا مش عارفين هو ايه, يعني مش عارفين الفورمات بتاعه ايه سي اس بي ولا اكس ال اس اكس ولا بي بي اي مش عارفين. فانت تحطوها جوه فولدر وتروح عاملين له براوز من الفولدر ده. هو بقى يبتدي بقى ديتكشن يعمل ديتكشن بقى يشوف ايه اللي حصل فيه. ما لقاش يبقى ده حظكوا. باور بي اي سيرفيس ده الشكل بتاع الباور بي اي سيرفيس. والباور بي اي ابس طبعا كده مش بتستخدمه قوي. الباور بي اي ورك فلو احنا ايه اللي بيمشي في الباور بي اي, يعني بنعمل ايه عشان نمشي الخطوات بتاعه الباور بي اي. معلش هي محاضره طويله بس والله هي مش هتتكرر. يعني قصدي ايه انا بوديكم كل تفصيله في الباور بي اي وبعد كده انتوا بقى ايه هنخش بقى بعد كده بقى بداشبورد بقى ودريل داون دريل ثرو وكل حاجه انتوا عايزينها هتفهموها خلاص. ده ريبورت في الباور بي اي. بتعمل اول حاجه اسمها كرييت. انت طبعا بتكريت مثلا الداشبورد بتاعتك بتكريت قصدي اكسل قصدي ملف في باور بي اي وبعد كده تعمل له امبورت من الداتا سورس وبعد كده تعمل كلين وترانسفورميشن وبعد كده تعمل له انلايز على طول وتعمل له برزنتيشن.
وده لما تيجوا ترفعه على باور بي اي سيرفيس ده بيبقى الشكل بتاعكم او شايفين كده. في بعد ما تخلص حاجه في حاجه اسمها بص على المربع اللي فوق ده خالص اسمه بابلش. بابلش ده بيكون ان تنشرها عندك انت في الورك سبيس بس. بصوا يا شباب في حاجه الباور بي اي ينفع تعملها ليك انت بس ودي انا عاملها كمان. بصوا عشان بس تفهموا الكلمه سامعني. الباور بي اي انت بتعمل الريبورت وبعد كده انت عايز توريه لمديرك او عايز توريه لحد، مفيش، لازم تبقى شير ولازم تبقى برو. خلاص كده لازم تبقى برو لايسنس. فممكن تعمل ايه؟ انت طبعا كلنا اغلبيتنا شغالين في شركات او لسه ما اشتغلش في شركات، في سيرفيس كده موجوده انك تعمل حاجه اسمها الت ميلز او ايا كان. ليه بقى؟ الباور بي اي ما بيقراش كلمه جيميل وات ياهو وات هوت ميل، ما بيقراهاش، بيشوفها ده بيشوفها ده مش بيرسونال، ما بيشوفهاش اساسا. فانت عشان تعمل بابلش على ورك سبيس بتاعتك انت تبقى انت اللي عاملها، في كذا موقع بيعمل اللي هو يديك بدل ات جيميل وات ياهو وهكذا ات الت ميل ات اون مايكروسوفت، اللي هو ايه، ما يبقاش جيميل وهوت ميل، بحيث ان انت تدخل يفتكرك شركه. فلما انت تيجي تعملها شركه تعمل حاجه اسمها بابلش. بابلش مش شير، بابلش مش شير، بابلش دي انت بترفعها على النت الخاص بيك انت، محدش يشوفها غيرك انت بس، محدش يشوفها غيرك انت بس. طب ده انا هستفيد منها ايه؟ ان انا ممكن اعمل لها اربطها بجيت واي، فاكرين الجيت واي؟ اربطها بجيت واي واعمل لها ريفرش واخلي من على البابلش تسمع على الباور بي اي موبايل، ابقى شايف كل يوم المبيعات بتاعتي بتحصل فيها ايه من على الموبايل بتاعي. فاهمين الفكره؟ انا عاملها على فكره عندي في الشغل، يعني فاهمين اللفه قد ايه؟ ان انا بعمل بابلش على الورك سبيس وبربطها بالداتا عندي وبربط الورك سبيس دي بالموبايل، بحيث ان هو كل نص ساعه ولا كل ساعه يروح عامل لي ايه؟ ريفرش، فاعرف ان الداتا بتاعتنا سمعت ولا لا. الموضوع حلو جدا على فكره. تمام؟ تايم طبعا بابلش، تايم بابلش على الباور بي اي سيرفيس. الشير، الشير ده طبعا الشير ده اللي انا قلت لكم عليه اللي هو البرو لايسنس، اللي هو البرو. وطبعا تقدر تعمل من الشير ده تعمل مانج اكسس، مين اللي يشوف الحاجه ومين اللي ما يشوفش. ده كمان الباور بي اي حلاوته ان انت ممكن تعمل اكسس او تعمل مانج اكسس على التشارت نفسها، يعني مش هقول لك كمان الريبورتات، لا ده التشارت كمان، يعني التشارت نفسها تقول مين اللي يشوفها ومين اللي ما يشوفهاش. تمام؟ وطبعا تعمل طبعا موبايل يوز. احنا كده طبعا ورك فلو، طبعا تعمل كرييت وببلش وشير. نحل كده السؤال ده معلش. Which the following is SaaS؟ SaaS اللي هو software as a service. SaaS based web application of Microsoft Power BI. SaaS دي اللي هي تقدر تستخدمها من على النت، حاجة زي جوجل شيت كده. جوجل شيت ده اسمها SaaS. الكلمة دي هتسمعوها SaaS. Software as a service. ها متوقع ايه اللي شغال على النت وباور بي اي سيرفيس؟ فعلا باور بي اي سيرفيس فعلا ويب ابلكيشن ويتش از ساس. ساس اسمها ساس. هو السؤال مباشر اسمها ساس. على فكره في بصوا في مصطلحات كده تسمعوها تبقى حلوه قوي. اي تي ال ساس، في شويه اسامي والله، يعني لما يجي مثلا اقول لك احنا عندنا ابلكيشن ساس ولا احنا عندنا ساس ولا في، والله ممكن يحلفها لك الجمله دي عندنا ساس، فانت طبعا تبتدي تدور اساس ايه اللي شغال عندنا بالانترنت وتبتدي تعمل كده. فاهمين؟ تبتدي كروس شارت تعمل كده. يعني مثلا ايه اللي شغال ساس برضو انا شرحته. عارفه دي كده ودي بالظبط اهو. انترودكشن تو ريبورت اديتور. يلا بقى بينا بقى عشان نشمر ونبتدي ندخل في الباور بي اي نفسه. ريبورت اديتور، معلش انا شرحت بس صدقوني المقدمه دي كانت لازم تتشرح، كانت يعني انا ما اعرفش المحاضرات الثانيه بتشرح ايه، بس انا شرحت لكم كل حاجه تخص الباور بي اي من قبل ما نبتدي، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين الباور بي اي هنعرف نعمل فيه ايه، الشير اللي مش شير، تبقوا عندكم اسئله واجوبه تبقوا عارفينها من المحاضره الاولى. انترودكشن تو باور بي اي ريبورت اديتور، ده الشكل بتاع ريبورت اديتور اول ما تفتح الباور بي اي. طبعا مش هفتح باور بي اي، شويه شويه كده. ده شكل ريبورت اديتور، بيقول لك ان هنا انت ده الشكل اللي انت هتقضي فيه معظم وقتك، 90% من وقتك هتقضيه في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده الريبون، الريبون ده طبعا اسم ده مشهور جدا في الريبون، في الاكسل، في الباوربوينت، في الوورد، اسمه شريط الاستخدامات او شريط الادوات. شريط الادوات ريبون صح، شريط. السلام عليكم.
شريط الادوات او شريط الاستخدامات ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه طبعا. طبعا احنا هنستخدم الشكل ده حلو قوي اللي هو ده. شايفين الشكل ده اسمه ايه ده؟ ترانسفورم داتا. ده الشكل اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو طبعا باور كويري، وده احنا شغالين في الليله دي كتير. ريبورت كانفاس جدا. ما هو انت الداتا بتجي لك مش بتبقى سالكه، انت لازم بقى انت تسلكها، يعني انت المسلكاتي بتاعها. تمام. ريبورت كانفاس، كانفاس ده اللي احنا بنتكلم عليه. اتفضل. ريبورت كانفاس اتفضل. جدا هو مفيش غيره. باور كويري نفس الشكل في كل حته. يعني احنا مش هيبقى الموضوع هيبقى فريندلي بالنسبه لنا. تمام. ريبورت كانفاس ده يا جماعه اللي هو الشكل ده كده، اللي هو الشكل المربع ده، ده اسمه كانفاس. كانفاس اللي هي دي اللوحه اللي ترسم عليها الوايت بورد. الوايت بورد ده اللي تشرح عليه الداتا بتاعتك. تمام. طب معلش يا جماعه انتوا معايا؟ بعد كده نروح الباور بي اي. و انت متضايق يا باشمهندس صح؟ انت عايز تشرح، عايز تكتب بايدك كده. انا عارف انت بتاع، اصل انا عارفك انا وانت في منك كونكشن، انت بتاع الحركات انت. ايوه انا عارف، انا عارف انت بتاع الحركات انت. بص يا شباب، بس والله لازم، يعني لازم الريبورت اديتور باند او بين دي اللي هو ده الشكل بتاعنا، اللي هو معلش اشرح لكم بقى كده احسن. ده اسمه الفلتر، ده اللي بنفلتر من عليه، ده اللي احنا بنعمل من عليه الفيجوال، ده اللي احنا بنختار منه الفيجوال. دي الداتا اللي على اليمين خالص، ده الداتا اللي لما احنا بنعمل امبورت من على الداتا بيظهر لنا على اليمين خالص، بتلاقيه على اليمين خالص اهو. تعالوا كده، اللي على اليمين خالص ده، دي الداتا اول ما بتعمل امبورت بيطلع لك بالداتا كده، بيبقى اول الجزء اللي فوق ده كده بيبقى اسم الشيت، واللي تحتيه كده بيبقى الكولومز اللي موجوده جوه الشيت، اسم التيبل قصدي، واللي موجود تحت اسمه كولوم، اسم الاسامي بتاعت الكولومز. وده طبعا الشكل بتاع الريبورت الداشبورد، او ده شكل الفيجواليز اللي احنا هنشتغل عليه. والمربعات دي اسمها ويل، ويل اللي هي دبليو ال ال اللي هي يعني بير او الابيار اللي انت بتحذف عليه الداتا. تمام. والفورمات دي ده اللي انت بتعدل من عليه الفيجوال، لو انت مثلا فيجوال مثلا فيها حاجه عايز تعدلها تعدلها. والفلتر ده اللي احنا شغالين عليه اوبن باور بي اي. حد فتح الباور بي اي؟ لا. السلام عليكم، انا افتحها. لا ان شاء الله هنشتغل على كده. لا اكيد دلوقتي، لا دلوقتي انا سايبكم، انا اللي بقى. لا انا اللي شغال، انا عايزك عايز حضرتك يعني المره دي بس والله، بس بعد كده ابعت لكم الداتا. بصوا يا شباب، اول ما تفتحوا الباور بي اي هيبقى المنظر اللي انتم شايفينه فوقيه ده، ايا كان انتوا على درجات اليمين او الشمال. حاسس ان دم تقيل، مش عارف. لا دم تقيل. تمام. ده الباور بي اي. طبعا انت عندك هنا بلانك ريبورت، في وان ليك، ليك اللي هي في حاجه اسمها داتا ليك. داتا ليك دي موضوع تاني خالص، ده بيخزن فيه داتا وحاجات زي كده، اسمها داتا ليك غير داتا سورس يعني. ده في طبعا تقدر تفتحهم من على اكسل اس كيو ال سيرفر. وكمان بقى في اوبشن حلو قوي قوي قوي، ليرن والسامبل داتا. على فكره انت ممكن تعمل معايا صح؟ ليرن والسامبل داتا. سامبل داتا دي اللي انت ممكن تعمل ايه؟ ان انت تاخد داتا من باور بي اي نفسها، يعني باور بي اي يديك داتا تشتغل بيها. ده الموضوع ده جامد قوي يعني، الموضوع ده مش بزر، الموضوع ده حلو قوي. وجيت داتا فروم اذر سورسز كمان، يعني انت مش محتاج داتا كمان، يعني انت ممكن تاخد داتا. يعني انت لو هنكت الباور بي اي يديك داتا منه فيه. منه فيه بالظبط، روح مشكل بالظبط. ده شكل الداتا اللي احنا عاملينها. هنعمل بقى بلانك ريبورت، او نفتح بلانك ريبورت هيبقى المنظر ده كده. ده طبعا الداتا ريبون اللي احنا شايفينها، اللي هو الريبون اللي هي ادوات شريط المهام اللي احنا شغالين عليها. بص الجزء الداتا قد ايه؟ شايفين جزء الداتا قد ايه؟ عشان احنا عارفين ان احنا بنعمل امبورت للداتا كتير قوي. الجزء الكويريز ده بتاع الباور كويري اللي هو من الناس بتاعنا، من الناس ابن الحلال. وده بصوا يا جماعه، الباور بي اي ما فيهوش غير اربع شاشات. شاشه الباور كويري دي المخفيه دي اللي احنا هنشوفها بعدين، وفي الريبورت فيو اللي انتم شايفينها ده، اللي هو الشكل ده. لما تيجي تقفوا هنا كده هنلاقي شكل هنا اسمه ريبورت فيو. بص كده ثانيه كده اهو، اسمه ريبورت فيو. تمام. ده الشكل اللي احنا هنشتغل فيه كتير. وفي هنا حاجه اسمها تيبل فيو، لما تيجي تسحب الداتا هتشوفها فين؟ هتشوفها هنا في التيبل هنا كده. لا تشوف الداتا، مش فلتر، هي تشوف بس الداتا عشان لو عايزين تعدلوا حاجه. وفي حاجه اسمها الموديل فيو اللي هو بقى تربط العلاقات ببعض، اللي هي الريليشن ببعض. انتوا اكيد شفتوا زي مش سي اس كيو ال، اللي هو زي اس كيو ال، زي الباور بيفوت اللي احنا لسه عاملينه، اللي احنا الاي ار دي بالظبط، انتيتي ريليشن دايجرام ده اللي هو بتاع اس كيو ال بالظبط. تمام كده يا شباب، فده الشكل بتاعنا.
ده الفلاتر. بصوا يا جماعه الفلاتر دي، السلام عليكم، الفلاتر دي عامله ازاي؟ ان ممكن تفلتر فيجوال معين على حاجات معينه، وممكن تفلتر الصفحه كلها على حاجه معينه، دي هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. والفيجواليزيشن دي بقى اللي هي التشارتات اللي تقدر تستخدمها، اذا كان لاين شارت او كولوم شارت او ان كان. والداتا دي الداتا لما انت بتيجي تسحب منها الداتا. تمام كده يا شباب، تعالى نرجع بس كده للريبورت نشوف ده الكرييشن اللي هو طبعا بيشرح لك كل تفصيله اللي هو في الداتا موديل اهو. معلش لحظه عشان بس اوريكم بس كل حاجه. ده الداتا موديل ودي طبعا الريليشن ما بين ال1 تو 1 وال1 تو ميني. تعالى بقى كده، وانا رحت فين ماشي. احنا كده وصلنا لحد الموديل ريليشن. تعالوا بس يا جماعه، الاول اول حاجه هنعمل كده حاجه بسيطه جدا، ان احنا نسحب داتا على الباور بي اي ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. لما نيجي هنا نيجي نقف هنا كده، فينا الشكل ده كله كده، ده اسمه داتا. طبعا الداتا عندك هي ايه؟ انا مثلا اقول له مثلا وليكن انا عايز داتا من اكسل او اكسل. في هنا اكسل ورك بوك، وفي هنا اكسل ورك بوك، وفي هنا جيت داتا. لما تدوس على جيت داتا وتدوس على كلمه مور بيجيب لك كل حاجه اسمها كونكتورز. الكونكتورز دي اللي انت تربط بيها الداتا بتاعتك، اللي هي زي الوصلات. ممكن مثلا انا كتبت هنا مثلا اوريكل، اوريكل هيبتدي يجيب لي اوريكل. لو كتبت مثلا هنا عمر سيلز فورس، سامعني؟ هيجيب لي سيلز فور اوبجكت لو انت بس عايز تربطها بسيلز فورس. تمام، ده كده اسمها كونكتور. بس انا عايز اربطها اول ايه؟ باكسل ورك بوك. هندوس عليها كده دبل كليك، هقول انت عايز تربطها بايه؟ اقول له مثلا عايز اربطها ب وانا ربطتها فين؟ اهي سيشن 1، سيشن 1. تمام، ونعملها مثلا ان احنا مثلا عايزين نربطها ب يوزر مثلا. لا، نربطها الاول ايه؟ بالريليشن الاول. في يا جماعه اكتر من ريليشن في الباور بي اي، او في اي ريليشن عموما، في اي اكسل باور بي اي ايا كان. ثواني بس اوريها لكم الاول هنا عشان بعد كده اشرحها لكم. الريليشن دي بتكون عباره عن، معلش هشرح لكم بس الباور بي حته الريليشن دي وخلاص على كده. الريليشن دي يا جماعه دي فائدتها ان الداتا انجينير او اي حد او داتا بيز ادمنستريتور لما بيحب يحفظ او يستور الداتا عنده ما بيعملهاش ستور كلهم في اكسل شيت واحد. يعني مثلا نفترض ايه؟ عندنا مثلا بيع واسامي عملاء واصناف ومنتجات وكل حاجه واسعار وكل حاجه. فانت ممكن تجيبي مثلا ايه؟ اكسل شيت البيع، قصدي اسم العميل، رقم الفاتوره، باع ايه، قصدي اشترى ايه، منتج ايه، رقم تليفونه قد ايه، ايميله قد ايه، كل ده في تفصيله كبيره مع ملايين الرز. دي كده مشكله كبيره. فبيضطروا يعملوا ايه؟ يروحوا مفصلينهم عن بعض، يروحوا فاصلين دي حاجه اسمها اللي انا شرحتها دي اسمها فلات سكيما. فلات سكيما ده اللي هو ايه؟ اكسل شيت طويل عريض بيحط فيه كل حاجه. طب انا مثلا جهات مثلا هتشتري تاني، نكتب برده اسم جهات تاني، هتلاقي جهات ده دوبليكيت وهكذا. فتلاقي الموضوع كبير قوي، ده الموضوع رهيب. وطبعا ده بيبقى يحصل حاجه اسمها ريدندنسي، ريدندنسي اللي هي ايه؟ دوبليكيشن. ويحصل لاج في لاج في الموضوع، لاج مش لاج، لاج اللي يحصل تقل في الداتا. فبيحصلوا ايه؟ فيروحوا فاصلين الداتا عن بعض، يروحوا جايبين اسامي العميل دي ويحطوها على جنب، ويجيبوا المنتجات ويحطوها على جنب، ويعملوا بقى ايه بقى؟ يقول لك بقى العميل احنا هنديله رقم. يعني مثلا جهاد مثلا رقم واحد، فرقم واحد هنا مربوطه برقم تاني في عمود تاني ببيانات عميل. يعني لما اقول له هات لي رقم واحد من الجدول التاني اللي هو الكاستمر ديتيلز، هيروح جايب لي اسم جهاد وما اعرفش والتليفون ورقم البطاقه. فاهمين قصدي ايه؟ فهو بيربطهم بحاجه اسمها برايمري كي، برايمري كي من الاخر. ماشي، برايمري كي، تمام، برايمري كي. اما بقى في الجدول الثاني حاجه اسمها فورين كي، فبيربطهم ببعض علشان يبقى الموضوع سهل ويبقى الموضوع اسرع. وكمان ده في الاس كيو ال بيكون الداتا بتبقى سريعه، وكمان برايفسي، لان لو حد عمل الهاكينج على حاجه مش هيعرف يهاك على كل الداتا دي، فبيهاك على تيبل واحد. فاهمين قصدي؟ لان كل التيبلز كل واحد فيهم لا منفصل عن التاني. تمام؟ لا مش نفس الشيء، لا دي شتات جداول منفصل، جداول منفصل. لا طبعا، لا 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 منفصلين. هو ما بيبقاش اكسلات خالص، هي بتبقى على داتا. هي ممكن تبقى على اكسل شيت، ممكن تبقى على اكسلات عادي، بس اغلبيه الداتا اللي بتستور دي بتبقى على اكسكيول سيرفر.
تمام، بتبقى بتعمل لها حتى تلاقوها معمول لها كده كذا تيبل لوحده. تمام، دي كده لما نيجي نعمل الكرييشن بتاعه الريليشن، دي اول حاجه 1 تو 1 اللي هي مثلا ايه العلاقات ما بين، في جدول ما بين جدول عميل ورقم بطاقته او عملاء وبياناتهم الشخصيه. في الجدول ده العميل واحد وبياناتهم الشخصيه واحد، يعني ما تلاقيش عميل ليه اتنين بيانات شخصيه. فاهمين قصدي ايه؟ ده كده اللي هي بيانات العميل، يعني العميل اللي هو جدول وجدول. تعالوا مثلا للي بعديها، دي طبعا بيقول لك one of the most common relationship you will work with. تعالوا ننقل اللي بعديها، one to one. هنا بقى ال one to many ده يا شباب، دي اكتر حاجه هتستخدموها في شغلكم. ال one to many اللي يبقى مثلا داتا او تيبل مليان بيع، وفي جدول تاني مثلا للعملاء بتربطهم بيه، بيبقى هنا الجدول ده العملاء اللي فيه بتكون يونيك، بتكون فريده من نوعها، ما بيبقاش متكررين، وتربطهم بالجدول اللي هو البيع. فاهمين قصدي ايه؟ اسمها 1 تو ميني او ميني تو 1، اللي هو مثلا زي ايه؟ مثلا زي لا لا يعني مثلا يعني مثلا كل فعلا صح بالظبط، اللي هو مثلا طلاب بياخدوا سيشن، فدي كده السيشن ده 1 مفيش كده منه كتير، والطلاب كلها ميني. او العكس، او مثلا نادي في اكتر من لعيب، دي كده النادي ده واحد واللعيبه كتير. فاهمين قصدي ايه؟ اسمها 1 تو ميني او ميني تو 1. في طبعا الميني تو ميني دي ما انصحش بيها، انا بقولها لكم اهو ما انصحش بيها، لان الميني تو ميني دي بيحصل فيها ايرورز كتير. الميني تو ميني نعم بالظبط، الميني تو ميني جدول مليان داتا وجدول تاني مليان داتا، يعني مثلا جدول قصدي مليان داتا متكرره وجدول تاني مليان نفس الداتا متكرره. بمعنى زي مثلا في ريليشن ينفع تعمل ريليشن بس هي الداتا هتلاقيها متلخبطه، زي مثلا ايه، طلاب ينفع تاخد اكتر من كورس، والكورس ينفع ياخد اكتر من اسمها ايه، طلاب عندهم اكتر من مواد دراسيه، ومواد دراسيه ليها اكتر من طلاب، اللي هي الداتا تلاقيها متلخبطه. فاهمين قصدي ايه؟ فالميني تو ميني ده بيستحسن لما بتحصل حاجه زي كده بيعمل ايه؟ بيضطر يعمل له حاجه اسمها جدول بريدج، اللي هو ايه، نجيب الداتا قيم من هنا وقيم من هنا، نعم يونيك ليست، اللي احنا نربطهم ببعض بحيث ان هم ما يتربطوش على طول، يتربطوا باليونيك ليست ده وبعد كده ايه يببلش عليه كده. خلاص الميني تو ميني دي كده خلاص، بس كده. تعالوا بقى كده بسم الله ونروح عاملين دي كده هنا كده. تعالوا بقى اوريكم ال 1 تو 1. تمام شباب، معلش شباب معايا صح؟ تمام اوكي. هنيجي نعمل هنا نعمل اكسل، وهنيجي هنا كده عند داتا عند ذات قصدي، ونيجي نعمل سيشن سيشن، معلش انا متاسف، معلش فهمت شويه بقى وكلتوش الشباب بقى. تمام بصوا يا شباب، عشان نعمل حاجه اسمها امبورتنج لداتا على الباور بي اي، هنعمل امبورت على الداتا الباور بي اي، هندوس على اكسل وهنيجي عند داتا وهنيجي عند سيشن سيشن، وهنيجي عند نجرب اول حاجه اللي هي ايه الريليشن اللي هي 1 تو 1. هنيجي نعمل هنا كده بس قبل ما نعمل ال 1 تو 1 دي لحظه، احنا عايزين الاكسل قصدي الباور بي اي في حاجه اسمها اوتو ديتكت ريليشن، اللي هو بيديتكت الريليشنز، فاحنا لا احنا هنوقفها، ركزوا بقى في اللقطه دي، احنا هنوقف الريليشن بحيث ان احنا نعمل ريليشن بايدينا احنا. الباور بي اي في حاجه اسمها اوتو ديتكشن، ودي حاجة هو بيفهمها، بس برضه ممكن يوديك في داهية، لأن ممكن تبقى في جداول الأسامي فيها متشابهة، فممكن مثلا كاستمر أي دي هنا وفي جدول تاني اسمه كاستمر أي دي، فممكن يربط لك ده بده الدنيا تبوظ، فأنت برضه تبقى يعني ماشي معايا يعني مركز معايا. تمام؟ فإحنا عشان نيجي نعمل هنا نيجي عند كلمة فايل فايل، وفي أوبشنز أند سيتنجز. أنا متأسف يا جماعة على التطويلة اللي أنا عملتها لكم دي، بس والله كانت لازم تتقال، وصدقوني بعد كده ما انا فعلا انا بشوف ناس قدامي اللي هي ايه يعني شويه وهنام شويه وهشد كده وهنام. خلاص تمام بصوا شباب، هنيجي هنا كده الجدول الجلوبال، الحته الجلوبال دي اللي تخص الباور بي اي عموما السيتنج بتاعنا، وفي هنا كده الكرنت فايل الكرنت اللي انا شغال عليه دلوقتي، فانا خليه في الكرنت مش هبوظ الجلوبال. هاجي هنا كده في داتا لود، في حاجه اسمها لو تلاحظوا هنا كده اسمها اوتو ديتكت نيو ريليشن، انا دي انا اوقفها خلاص، انا هعمل لها كده يعني انسلكت خلاص، بحيث ان انا عايز اعمل الداتا بايدي انا اسحبها بايدي انا خلاص، وندوس اوكي. كده الداتا دي بقت قدامي، الشيت ده او الملف ده بقى ما فيهوش اوتو ديتكت. هنيجي نعمل هنا كده، نروح برضه عند ديت عند دي، نيجي عند السيشن، لا اله الا الله
اهو، ونيجي عند ريليشن اهي، ونختار اول حاجه 1 تو 1. هنختار دي كده الاول اللي هي اي دي اللي هي امبلويز. بص اول ما نختارها بص اللي هيظهر لي دلوقتي الشاشه بيقول لي انت عايز في الامبلويز دي اهي كده، ندوس عليها بيجيب لي شكل الداتا، هنعمل له عليها علامه السلكت. يقول لي انت عايز تعمل لها لود ولا ترانسفورم؟ اقول لها لود، انا الداتا دي عندي جاهزه، انا ما فيش حاجه يعني، الداتا دي عندي انا 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 تمام. انا السلام عليكم، لا انا مش محتاجه فلتر ولا محتاجه اي حاجه، انا عايز بس الود على طول على الباور بي اي. تمام، اعمل لها لود. اول ما هاجي ادوس لود هتلاقيها ظهرت هنا كده عند جيت داتا دي. يلا بينا يلا بينا اهو. بصوا هتلاقيها ظهرت هنا حاجه اسمها امبلويز، هتلاقيها ظهرت اهي امبلويز اهي. دي كده الداتا، اول ما تدوس هنا كده هتلاقي فيها الداتا بتاعتنا. ولو انت عايز تشوفها التيبل ده جواه ايه، هتروح دايس هنا كده، شايفين او الشكل اللي ورايا ده اللي فوقيه ده، حاجه اسمها تيبل فيو. لما تدوس عليها هيجيب لك الامبلويز اللي هي الداتا اللي جواه اهي، خلاص اللي هو الامبلوي اي دي واسم الامبلوي. خلاص هنيجي بقى نعمل داتا تاني عشان نربط الاثنين ببعض اهي. هنيجي نعمل هنا هنربطها باكسل ورك بوك، وهنيجي عند الاي دي كاردز اهي. اي دي كاردز اهي، ونعمل لود كده. انا ربطت، انا كده عملت لهم الاثنين لود على الباور بي اي. تمام، هنروح بقى عند حاجه اسمها موديل فيو اللي احنا ايه نعمل ريليشن. صح بالظبط، نعمل عند موديل فيو اهي بالظبط. انا لو كنت سبتها كانت اتعملت اوتوماتيك. اهي بصوا بقى الموديل فيو اهي، بيقول لك في حاجه اسمها امبلوي اي دي وامبلوي نيم، وفي حاجه اسمها هنا امبلوي اي دي واي دي نمبر. هنا ايه اللي مربوط ما بيننا؟ الامبلوي اي دي. بصوا يا شباب، اي حاجه اسمها اي دي في الاخر اعرفوا ان دي بتكون نكتب حاجه، يعني ما بتبقاش الموضوع ماشي كده، يعني دي اكيد لها 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 مسمى معين اهو. هنيجي نسحب دي كده لدي هنا، امبلوي اي دي الامبلوي كده. قال لك بص العلاقه دي 1 تو 1 اهي، بص تعالى كده قربها اهي. قال لك 1 تو 1 تمام، العلاقه ان هي ما فيش الجدول ده القيم اللي فيه فريده، والجدول الثاني القيم اللي فيه فريده، مفيش حاجه او جهات. صح كده؟ الفريده او جهات. صح تمام تمام اهو، ده كده الحاجه اللي موجوده. فهنا بقى بيقول لك بقى ايه، ميك ذس ريليشن اكتف، احنا ممكن نخليها اكتف او ممكن نفصلها، يعني ممكن نخلي الريليشن دي شغاله معانا او نفصلها. وبيقول لك بقى حاجه اسمها كروس فلتر دايركشن. ركز بقى، كروس فلتر دايركشن دي مهمه جدا. دي الجدول الاولاني يقدر يفلتر على الجدول الثاني، والجدول الثاني يقدر يفلتر على الجدول الاولاني، لان في بعض الريليشن هيبقى جدول واحد بيفلتر على الجداول الباقيه. انا هوري لكم دلوقتي، او اسمها بوز. بوز دي اللي هي ايه، اللي هو الجدول الاولاني بيفلتر على الجدول الثاني والعكس. تمام، فلتر دي كده، دي كده، ده الجزء كله. خلاص، طب لو انا مثلا عملت سحبت كده ومثلا حسيت غلط، في حاجه اسمها هنا مانج ريليشن شيب اهي، انت تقدر تعمل كرييت ريليشن شيب بايدك. انت تدوس هنا كده نيو ريليشن، بيقول لك ما بين انهي جدول، قول له من الجدول اللي هو الامبلوي بالجدول اللي هو الاي دي كارد. هو حتى عمل له اوتو ديتكت على طول بالامبلوي اي دي والامبلوي اي دي. وبعد كده ندوس سيف كده، احنا ربطنا اهو. بصوا كده اهو، ندوس دي سيف اهي، اوكي اهو. بصوا العلاقه اهي ما بينه 1 تو 1، وتلاقي هنا العلاقه دي كده. بصوا بصوا على المنظر ده كده، تلاقوا ان دي كده معمول عليها سهمين يعني كده الاثنين، اي جدول منهم يفلتر على الثاني. وصلت كده ال 1 تو 1 تمام. ال 1 تو 1 دي عموما يا جماعه، بس بالمناسبه ان دي عباره عن جدول، الامبلوي دي عباره عن جدول اللي هو الامبلوي اي دي اللي هو 1 و2 و3 و4 واساميهم، والكارد بتاعتهم اللي هو رقم بطاقتهم، اللي هي برده من الاخر جدول ما ينفعش يبقى فيه تكرارات. خلاص هنقفل ده كده وهنعمل دونت سيف. ده كلها بجدول واحد، ده كده اسمها فلات سكيما. لا ده كده، ده كده لوحده، ده كده متكرر لوحده. تعال نفتح برضو واحد تاني. انا عارف انتوا مش متعودين مني على النظر الكتير ده، مش متعودين مني عليه، انا نفسي مش متعود عليه، بس اعمل ايه، هي المحاضره دي بتبقى محاضره صعبه شويه. عارفين زي ايه يا باشمهندس كده؟ زي لما كنت بعمل داشبورد وانتوا كنتوا عايزين ساكتين لحد ما عملت سلايسر، ايوه ابتدى ان الدنيا تنور اهي. فحاضر حاضر، بصوا يا شباب
هنيجي برضو نربط بقى، نشوف بقى العلاقه ما بين اللي هي اسمها ايه، اللي هي اسمها 1 تو ميني. 1 تو ميني احنا معانا 1 تو 1، هنشوف بقى ال 1 تو ميني. تعالوا بقى نشوف هنا كده. ايوه طبعا، ما هي العكس بقى، هي اهو، هي 1 تو ميني اهي يا ستي. 1 تو ميني اهي يا جماعه، هنيجي نعمل الاوردر زي كده، نجيب الاوردرز هنيجي هنا في الدات. لا 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 لحظه، ماشي احنا كل ده نسينا نعمل ال نقفل الاوتو ديتكت. هنيجي هنا كده قبل ما اعمل الخطوه الثانيه، عشان انا عايز اشوف انا الداتا انا اللي عاملها بايدي، مش عايز ان هو يقراها على طول. هنيجي هنا كده. ينفع طبعا، انا بقول لك انا عايز اعملها بايدي، لكن هي لو قراها ينفع تدوس عليها وتدوس دي كلمه ديليت. ديليت خلاص، انت مسحت اوريها لك دلوقتي. تمام اهي، هنيجي هنا فايل اوبشنز هنيجي عند حاجه اسمها كرنت فايل اهي داتا لود، ونخلي اوتو ديتكت. لا انا بخليه كده بنفسي يا عم، انا عشان اعملها بايدي، عشان اعمل الريليشن دي بايدي. لا ما انا عملت دونت سيف، ما انا مسحت الشيت المره الجايه مش همسحه. لا انا بتكلم لو انت جوه نفس الشيت، لو جوه نفس الفايل. نعم انا عامله على الكرنت فايل، فانا لما قفلت الفايل وعملت دونت سيف هفتحه من اول، مش هقفله تاني الكرنت فايل. هندوس على دي كده، ندوس اوكي. جلوبال دي ما بت... يعني بتفضل على طول. لا لا انا مش عايز العب في سيتنج عندي، انا بس بجربكم وبعد كده شغال عليه. خلاص كده يا شباب، تعالى بقى اللي احنا كده عملنا الاوردر، نجيب بقى تاني اهو، نجيب الكاستمر لود كده. احنا عملنا الاوردر وهنجيب الكاستمر عشان بس، وبعد كده نخش في الريليشن اهي. الريليشن اهو، بصوا يا شباب اقول لك اهو، بصوا لو طلعتوا صح الحته دي كده، بصوا في هنا في لا 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 في الجدول ده هنا كده، الاوردرز هنا بصوا مكتوب فيه هنا في كولوم 4 وكولوم 5، دي كولومز كده زايده كده، فاهمين قصدي؟ فممكن نروح مثلا ايه، شايفين الكلمه دي كده اسمها ترانسفورم داتا، لو دوسنا عليها كده احنا دخلنا في عالم الباور كويري. خلاص لما نخش في باور كويري ايه اللي هيحصل؟ احنا عندنا كولوم 4 وكولوم 5 دول بس رخمين شويه، يعني نل، كلهم نل. هنيجي عليهم كده ونيجي على دي كده، ندوس كنترول شيفت، شيفت اهي، دوس شيفت ونعمل ايه؟ ريموف كولوم، بس يعني اللي احنا ايه؟ نظبط بس الداتا. كولوم 1 وكولوم، يعني انت لما تلاحظ ان الداتا كلها عباره عن نيم واسم وتلاقي كولوم 1 وكولوم 2 يبقى اعرف ان يبقى ده كده فاضي. بس كده ونعمل كلوز اند لود، انا مش عايز اخش في الباور كويري دلوقتي. بس كده، كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا شلنا الكولوم اللي هو الفور والفايف. خلاص كده؟ وصل كده يا شباب؟ وبعد كده هنربط الكاستمر اي دي ده كده ونحطه هنا كده. قال لك بص، قال لك ده بص كده بص هو كان يعمل كده اهي. ايوه قال لي بص، قال لي ان العلاقه دي 1 تو ميني، هو عمل لها ديتكت، عمل لها ديتكت ليه ايه؟ قال لي ان في جدول القيم اللي فيه كلها فريده، والجدول الثاني القيم اللي فيه كلها دوبليكيشن او متكرره كتير. تمام؟ فقال لي 1 تو ميني، بس بصوا بقى الحته دي قال لي ايه؟ قال لي ان ده سنجل مش بوث. بوث صح كده ولا صح؟ بوث. شاطر. بقى ايوه قال لي بص بقى، قال لي بقى ايه؟ قال لي ان في واحد هياثر على الثاني، واللي هياثر عليه اللي هو الكتير، اللي هو اليونيك هياثر على الكتير. اوكي؟ بعد كده ندوس اوكي سيف. بصوا كده يا شباب اهو اهو، لا تلاحظوا اللي هو الجدول اللي هو اليونيك ده، اللي هو فيه اسمه ايه ده؟ قيم فريده اثر على اللي فيه قيم متكرره. تمام؟ لو انا عايز اعملها عمر اشيل بتاع دي واعملها ادوس عليها كده، دوس كلمه ديليت، دوس يس كده اتشالت. بص القيم الفريده تقدر تفلتر على قيم مكرره، انت ينفع تعملها بوت على فكره، بس الفكره كلها ان قيم متكرره هتفلتر على قيم فريده، دي مش لوجيك في لغه البرمجه عموما، بس انا ممكن اعملها لك هتشوف دلوقتي. اتفضل. هي هنعمل اهو كده كاستمر اهو، وهنحطها في الكاستمر هي اهو، قال لي اهي 1 تو ميني، اهي 1 تو ميني اهي، وندوس سيف ثانيه بس كده 1 تو ميني اهي. تعالى بقى نعملها مثلا، بص يا
يا عمر، هندوس عليها هنا كده دبل كليك، طلع لي الداتا اللي عماله ترقص دي. هندوس عليها سنجل ونقول عليها بوس، على فكره على فكره عادي خالص، وندوس عليها فكده عملت لي بوس. بص على دي، خدت بالك؟ عملت البتاع كلها ان انت تعرف تفلتر من ده لده ومن ده لده. هنشوف هنشوف الحاجات دي كلها يعني هنعمل فيها ايه. خلاص انا بس بعرفك بس الريليشن تقدر انت. بص في اول مرحله انت بتعملها بتعمل ايه؟ بتروح عامل امبورت للداتا. لو انت عايز مثلا تعمل لها كليننج او ترانسفورميشن تعملها على البارك ويب. طب لو مش عايز خلاص تعمل لها لود. طب الفكره بقى كلها انت عندك اكتر من داتا سورس، بتعمل ايه؟ تعمل لهم ريليشن اللي احنا بنعملها دلوقتي. ما هو عشان ما هو انا دلوقتي انا عندي جدول وعايز افلتر على جدول تاني. ما هو بالراحه انا اشيل دي كده، نفترض دي كده، نعمل ديليت اهي. انا عندي بالظبط، ايوه، بس كل حاجه رابطه بالثانيه يا جماعه. ما احنا عندنا، مش احنا فاكرين في الباور بيفوت، معلش معلش، مش احنا فاكرين في الباور بيفوت كان عندنا تيبل لليوزر وتيبل تاني للبيع وتيبل تالت للريجن، عندنا كذا، التلاته بيكملوا بعض، بس التلاته انا عايز اربطهم ببعض. فاهمين قصدي ولا يعني احنا افهمني يا محمد، الفكره في ايه؟ ان انت في عالم الداتا سورس، في عالم الداتا مش هتفضل، في عالم الداتا سورس او في عالم الداتا انت مش هتفضل كل طول حياتك بتخزن الداتا كلها على اكسل فايل واحد، استحاله، مش بهزر يعني. انت بص ركز كده في الموضوع، لما يبقى عندك مثلا اكتر من مثلا ايه، من مليون رو، تخيل مليون رو، مليون رو متسجلين كلهم على صف واحد، داتا كتيره جدا. انت لو حد اشتغل، انتوا شغالين على اكسل على فكره، انتوا طبيعي لما مثلا نيجي نشتغل مثلا على وليكن من اول 50000، تبتدي عارف انتوا عينيكوا تبربش كده، يبتدي الاكسل يبربش. لو 50000 اللي هي الداتا كلها كده، ما بالك 200 300000. لما تيجي تعمل مثلا معادله زي في لوك اب، انت كده عطلت خلاص، انا كده اروح اشرب شاي بقى واجي لحد ما يخلص، وتلاقي الاكسل هنج، وتلاقيه قاعد يعمل اللودنج تحت دي 47 48 وهكذا. فهي الفكره بقى في كلها في الداتا سورس، لما بتيجي تعمل ستور على الداتا سورس بتعمل ايه؟ احنا نفصلهم بقى، نفصص. في حاجه اسمها فلات سكيما، في حاجه اسمها ستار سكيما، في حاجه اسمها سنو فليك سكيما، دي كده مش هخش فيها قوي. بس انا قصدي ايه؟ ان الفلات سكيما على الداتا اللي هي البسيطه، اللي هي ايه؟ اكسل شيت، بيكون عباره عن شيتات اكسل كده اسمها فلات، يبقى كلها على شيت واحد. الستار سكيما قال لك لا لا لا، الموضوع ده الموضوع عقد بقى، يعني احنا عندنا داتا كتير، فنبتدي نفصل بقى. احنا عندنا بدل ما نكتب اسم العميل ورقم تليفونه وتفاصيل كتير قوي، احنا نربطهم بحاجه واحده، يبقى رقم العميل اسمه 1، محمد مثلا اسمه 101، ونخلي جدول تاني 101 دي نكتب جنبيها محمد رقم تليفونه الطول العرض معرفش ايه، بحيث لما اكون اربطهم ببعض. طب انت عايز ايه من الجدول التاني؟ مش هجيب كل الجدول احطه هنا. فاهم انت قصدي ايه؟ وصلت كده يا باشمهندس؟ الدنيا تمام؟ ماشي. فاول ما تيجي احنا كده عملنا لها ديليت، هنعملها نربطها تاني، هنيجي نعمل هنا كده اهو، قال لك اهو المنظر اهو، ندوس اوكي، قال لك المعادله دي او العمليه دي اسمها 1 تو ميني، 1 تو ميني، اللي هو ان الجدول ده، لو انتم عايزين تشوفوا بقى الجدول ده عباره عن ايه، هندوس على ده كده، الجدول ده، الجدول ده عباره عن اسامي عملاء، اسامي عملاء واساميهم، يعني رقم اي دي ليهم، رقم اي دي ليهم واساميهم. طب الجدول الثاني، بص لما تيجي تخش على الجدول الثاني تروح على الاوردر بقى، نكون على جدول الكاستمر، نروح على الاوردر، انك العميل الثاني، العميل عمل اوردر اي دي بكذا، وعامل، بص لو تلاحظوا هنا ان الكاستمر اي دي ده اتنين اهو دوبليكت، يعني لو تلاحظوا دوبليكت، وهنا الاثنين دي مرتين. طب انا استخدمها في ايه؟ لو انت بتقولي انا استخدمها في ايه، نفترض ان انا عايز اعرف كام عميل من ده، عميل من ده، من الكاستمر ده اهو، يعني نخش هنا كده كاستمر مثلا، زي مثلا احمد محمد ده عمل كام اوردر. ما هو هنا مفيش جدول تاني، انتوا فاهمين يا جماعه؟ فهمتي الحته دي؟ يعني انا دلوقتي اهو انا عندي جدول اهو اسمه كاستمر، في بس حاجه وحيده اللي هو الاي دي بتاع الكاستمر واسمه بس. طب انا بقى عايز اعرف الراجل ده عمل كام اوردر، في جدول تاني اسمه اوردرز، اروح رابطهم ببعض، اللي هي الرابطه دي بقى اللي انا ربطتهم ببعض. فاجي على فكره ممكن اوريها لك، يعني ممكن اقول لك ايه دلوقتي اهو، هنعمل مثلا تيبل اهو، لا مش تيبل، انا عايز اللي هي ماتريكس اهو، بصوا ماتريكس ده اللي هو عامل زي البيفت تيبل عندنا اهو، هنعمل كده الكاستمر اهو، هنيجي في الكاستمر ده وهنيجي نقول له الكاستمر نيم اهو، فانا حطيت الكاستمر نيم اهو هنا كده اهو، او شكله اهو كده،
تمام، واروح قايل له في الاوردر بقى اللي هو الجدول الثاني خالص اللي احنا مش عاملينه الكاستمر اي دي، اروح عاملها هنا كده واروح حاططها هنا كده. هو عملها لي كانها جدول، لا انا مش عايزها كده، انا عايزها فاليو. بص اهو ركز بقى كده، قال لي ان عبير دي عملت ثلاث اوردرات، ان العلاء عمل ثلاث اوردرات، خدت بالكم يا شباب؟ فاحنا فايده الربط ده لان احنا بنجيب من جدول نحط في جدول ثاني، نجيب قيمه من جدول ثاني، هي دي الفكره بتاعه الربط. انا بس عايز اكملها معاكم عشان تبقوا فاهمين الربط خالص والله، وهنجري بقى على الباور بي اي وهنعمل شغل عالي قوي. خلاص انت معايا؟ انا معاك حبيبي اهو، هنعمل دي كده حبيبي. اخبار الكورس 8 ساعات ايه؟ ده انا بضرب بيك المثل، ده انا بقول لهم في واحد بياخد كورس 8 ساعات، قال لي ده بيحصل له ايه ده يا جماعه؟ ده ثلاث مرات ده بيعمل ايه ده؟ ده بيشرح ايه ده؟ تفاصيل كبيره قوي. الحمد لله تمام. نفصل بقى، طب نمسح بقى الجداول، نعمل كده ديليت. احنا بس بنعمل الديليت اهو من الشيت اهو. انا كده خلاص، نعمل بقى واحده ثانيه اهو، نعمل بقى المينيت 1. هنيجي هنا كده اكسبورت، احنا بقى عايزين بقى نعمل بقى امبورت، هنعمل امبورت المينيت 1 ده بقى الكورسز والستودنت، الستودنت بياخد كام كورس والكورس بيحضر فيه كام ستودنت اهو. ستودنت احنا خلاص، احنا قربنا على اللي احنا نجري ناخد بريك بجد والله الموضوع كبير قوي كده. سي كمان هرجع لو هخش، هخش دي وخلاص يعني، الموضوع كبير بجد والله. هو الميني دومين يعني لا، الميني حاجات كتير، حاجات من نفس الحاجه بس متكرره يعني، مثلا اسمك هاجر، هاجر اشترت كذا حاجه، هاجر اشترت كذا حاجه، هاجر ده كده، دي كده ريدندنسي اللي هي دوبليكيشن، ده كده الميني، وهاجر دي في جدول لوحده اسمها هاجر واحده، فانا بربط هاجر دي بالجدول اللي هو الكتير ده. دوس دوس لود ما يمونت ميني او مينيت ميني او مينيت وان دي الاثنين واحد. ركز كده في الموضوع، ميني تو ميني، انت قلت ميني تو ميني، يبقى الاثنين هاجر، يبقى الاثنين فيهم هاجر كتير. لا يعني كده مثلا لا لا، من نفس الحاجه كتكرار يعني كده مفيش يونيك. لا لو نفس الحاجه في نفس الجدول تكرار، دي كده اسمها ميني. يعني عمر اشترى موبايل، عمر اشترى ثلاجه، عمر اشترى غساله. لا كده ده انا بتكلم في جدول، ده كده جدول كده ميني. يا اسمع اسمع الاخر، ركز معايا هنا، هو جدول بس واحد، ركز في الجدول ده، ماليش دعوه بالعلاقات دلوقتي. انت جدول في عمر اشترى موبايل، عمر اشترى لابتوب، عمر اشترى عربيه، يبقى الجدول ده عباره عن ايه؟ ميني. ميني ليه؟ لان عمر متكرر فيه كذا حاجه، لان الجدول ده متكرر فيه عمر اكتر من مره. الجدول ده كده ميني، ركز ركز. انا بقى عايز اجيب مثلا تليفون عمر، اجيب تليفونه او رقم بطاقته، ففي جدول تاني اسمه عمر بس لوحده، عمر وجنبيه رقم بطاقته وجنبيه وجنبيه تليفونه. فعمر ده كده اللي متكرر لوحده ده، ده اسمه 1، وعمر اللي كتير ده اسمه ميني. ولا سلام عليكم؟ لا سلام عليكم. سلام عليكم نادي الاول. ماشي. ما هو برودكت واحد صح؟ لو هو عنده كذا برودكت بيبيعهم لكذا عميل فدي ميني تو ميني. اه. فانت بقى بتعمل لهم جدولين الاول كده برايمري كي، وبعدين بترجع بقى تعمل لهم تربطه ميني تو في الجدول الثاني. فاهم؟ فوق من الحته الاخيره، بس هي الفكره ما تكونش عندك حاجه واحده تربطها كذا عميل او كذا حد، دي ميني تو ميني. قلنا بقى قلنا واحد منهم اشتريت كذا برودكت. يبقى 1 تو ميني، 1 تو ميني. لو انت نفسك كده لو قررت تبقى انت ميني تو ميني. اه. اه بالظبط يعني انا لو قررت مساء الخير، مساء الخير كويسه؟ لو كذا حاجه يبقى كذا حاجه. يا عم انت ان انا مثلا قلنا انا وانت هنزل كذا كرسي، فاحنا ليه نقول؟ انا لو قررت كذا كرسي وانا وصل كده؟ لا سيف سيف شاطر. طب هنعمل بقى هنا كده اكسل، نجيب ستودنت الكورس enrollment.
معلش العلاقات دي بتاخد وقت شويه، بس بعد كده الموضوع لما نمشي هيبقى الموضوع سهل. خلاص هنيجي هنا بقى. بصوا يا شباب 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 شباب، بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا جدولين، الجدولين في ستودنت وفي كورسات، تمام؟ وعندنا اللي يربط ما بينهم اللي هو ايه، الاستوديو الاستودنت اي دي. هنربط الاستودنت ده. قال لي بص بقى، بص بقى، ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي بقى. بصوا يا شباب 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 عمر، ركز في الحته دي بقى. قال لك بقى ايه دي كده دي اسمها ميني تو ميني. لما جينا سحبنا الاستوديو الاستودنت اي دي للاستودنت اي دي هنا، قال لي اه بص بقى العلاقه دي ميني تو ميني. بس بص بقى قال لك ايه المشكله بقى اللي هتقابلنا. قال لك ان العلاقه دي الكاردناليتي بتاعتها، كاردناليتي دي يا جماعه اللي هي العلاقات، اسمها العلاقه بتاعتها اسمها ميني تو ميني. يو شود يوز اكسبت ذات نايزر كولوم ستودنت اي دي. يعني من الاخر بص بيقول لك ايه بقى، كونتينز فاليو يونيك فاليو. يعني حاول تختار كولوم بيبقى يونيك فاليو، لان العلاقه دي ما بتبقاش علاقه مظبوطه، لان العلاقه دي بتبقى علاقه بتطلع نتائج غلط. بصوا كده الرساله دي بيقول لك ايه، الريليشن شيب هاز كاردناليتي ميني تو ميني. هو خلاص قرا الجدولين دولت ميني تو ميني، ستودنت كتير وكورسات كتير. قال لك ايه بقى، ان العلاقه دي this should only be used if it is accepted that neither column contains unique value. بيقول لك ان العلاقه دي بتستخدم لو ما فيش unique values. اوكي okay. And that is significant different behavior to many to many relationship is understood. بصوا شباب اتفضل. ما فيش لا، لان شاف منها عمر كتير، شاف زيك كتير. ما ايوه، ما هو الجدول جاي له كده. يعني مثلا نفترض انت عندك مثلا الشيت بتاعك او الشركه بتاعتك مثلا، وليكن مثلا انت شغال، نفترض انت شغال في الازاز. اوكي، الشركه بتاعتك مثلا عندها اكتر من عميل بيشتري، يعني العميل ده مثلا اشترى اكتر من حاجه، خلاص. وفي نفس الشركه دي مثلا على سورس تاني نفس العميل اشترى اكتر من حاجه، لما تيجي تربطهم هيقول لك ده عميل هنا متكرر وعميل هنا متكرر، فتلاقيهم الاثنين ميني تو ميني. فاهم انت قصدي؟ فهي العلاقه دي بتبقى كده، اسمها ميني تو ميني. ايوه تخليها تعمل جدول اسمه جدول بريدج تيبل، وتربط الاثنين بالجدول ده، ما تربطهمش ببعض، اسمها بريدج تيبل. بس على فكره لفه طويل قوي. ايوه صح كده، يونيك. بس جدع ولا كده احسن؟ القلب الكبير ده تمام كده يا شباب. ناخد ده. بصوا يا شباب ناخد بريك 10 دقايق. انت معايا صح؟